ولكن عمتي الوقت مبكر. من عمتك هذا؟ لابد أنك تحلم. هيا. من أنا؟ يا إلهي، ظننت أنك عمتي التي اعتادت أن تقذني. اطمئن يا رابح، سأساعدك كما وعدتك. لا تنسى، ستصبح بطلا بالتأكيد، ستتكيف مع الوضع. ومنذ متى تعملين مع الطبيب روبسون أنا؟ منذ وقت طويل. هل تعلم أنا قلقة على الطبيب روبسون بسبب انشغاله وكثرة أعماله؟ أحيانا أساعده في العيادة، وأحيانا أخرى أقوم بتدبير المنزل ساعة غيابه. هيا، فقد استيقظ الطبيب روبسون وينتظرك. هيا جهز نفسك واتبعني إلى التمرين. هيا. حسنا. أسف على التأخير أيها الطبيب. صباح الخير أيها المدرب، ما هو التمرين الذي سنبدأ به؟ إنه رائع. قبل ذلك أريد منك أن تعاهدني بكل صدق. حسنا أيها المدرب، على ماذا؟ على ألا تلمس الكرة قبل أن أسمح لك. ماذا؟ الكرة؟ هل تعاهدني على ذلك؟ أجل سيدي. صباح الخير جميعا. صباح الخير سيد برتيني. صباح الخير. سنبدأ بالتدريب الفردي اليوم يا رابح. أحضرت دجاجة كما طلبت مني أيها الطبيب، وقد تعذبت كثيرا للحصول عليها. هل نجعلها تبيض بيضا للفطور؟ رابح، هذه شريكتك في التدريب منذ اليوم. ماذا؟ ما الذي تقوله؟ عليك أن تمسكها بسرعة، ثم تجري على رمال الشاطئ وحتى المدرسة، ثم إلى البيت، وتعال إلي بعد الدوام المدرسي. ولكن أيها الطبيب، أيها الطبيب. لا أدري. حسنا يا رابح، لنفعل ما يطلبه منا. حسنا، هيا. قفي يا دجاجة، قفي. توقفي، توقفي. ابتعدي رابح، الدجاجة هي التي تقارنك الآن. كيف ستهرب؟ كيف ستهرب منها؟ سمعت الدجاجة كلامك أن نجم الكرة الذي أعجبت به يلعب مع الدجاجة. يا لهذه الأيام السوداء. أنا، توقفي، توقفي. رابح، أسرع قليلا، أسرع. ما بك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي تفعله يا روبسون؟ هل مفهومك للتدريب أن يلعب رابح مع دجاجة لا مع الكرة؟ أجل، لقد انسحب رابح من فريق سان بوديستا ليتمرن على يديك. إنه يثق بك كثيرا، وأعتقد أنه يستحق بعض الاهتمام من جانبنا. إنه سيكون لاعبا ماهرا في المستقبل، أنت تعرف ذلك. ألم ترى ركلته القوية؟ إنه قادر أن يسجل هدفا عن بعد 30 مترا. لقد سألتني إن كنت أستطيع تدريبه، وهذا هو التدريب الذي أعرفه، ولا وقت أضيعه في الثرثرة معك. ماذا تعني بالثرثرة؟ أقول ذلك لأنني أريد أن أرى رابحا وقد اعتمد على نفسه بأسرع مما يمكن. سيرتفع ضغطك إذا غضبت. برتيني، هل أعطيك حقنة حتى تهدأ ثائرتك أو تذهب من هنا؟ قل لي. كلا، لا لا لا، أحتاجها منذ كنت صغيرا، وأنا أكره الحقن، والمهدئ مضر بالصحة. وداعا. حسنا، دعني أعطيك هذه الحقنة. هيا يا رابح، هيا. حسنا، استعد. هيا.
آسف، لقد تذكرت. ما بالك رابح؟ ما بالك؟ لا شيء، ولكن عندي تمرين مع الطبيب روبسون الآن. إلى اللقاء. اركض على هذه الأوتاد ذهابا وإيابا. سأحاول أيها الطبيب. عندما كنت طفلة كنت ألعب هذه اللعبة مع الأولاد. الكل يقع في الماء. هيا عليك أن تحاول ثانية. هيا. حسنا حسنا. لا رابح، ركز على حفظ توازنك. تابع. هيا. حسنا. العجب، جوليان وماريو تحسن أسلوبهما وزاد سرعتهما عن السابق يا أنا. طبعا رابح، فقد تقدما جدا وأصبحا اللاعبين الرئيسيين في سان بوديستا، وأنت ستصبح بطلا. هيا إذن. هدف رائع من جوليان، هدف رائع. اشتقت إليك رابح. أنجزتما هدفا رائعا ماريو، أحسنتما. جوليان لا يغلب، يحقق 3 أهداف كل يوم حتى أثناء التمرين. يجب الاعتراف بأنه هداف رائع. من المؤسف جدا أنك تركت الفريق يا رابح. لقد سمعت بأنك تنوي البقاء هنا في جنوة كي تتدرب على كرة القدم، فهل هذا صحيح؟ قل لي. ماريو، انسحب رابح من سان بوديستا، لا علاقة لنا به. دعه، لا تصادق، نحن لسنا بحاجة إليه، دعه يذهب، مفهوم؟ جوليان، ولكنني لم أنسحب أبدا من الفريق يا جوليان. صحيح، فرابح يتدرب الآن تدريبا خاصا على يدي الهداف السابق لفريق فهود إنجلترا، وهو الذي يدعى الطبيب روبسون. سمعت عن ذلك، لابد أنه يدربك على أساليب رائعة وجديدة، صحيح يا رابح؟ هذا مثير للاهتمام. حسنا يا رابح، ألا تستعرض لنا إحدى التسديدات الفذة التي تعلمتها من المدرب الشهير؟ هيا يا رابح. هل تعاهدني؟ تعاهدني؟ رابح، رابح، هل أنت بخير؟ ما بالك رابح؟ ألن تركل الكرة بكل عزمك؟ ألن يصطم مدربك الخاص عندما يعرف ما حصل؟ هيا ماريو، ليس لنا أن نقلق على شخص كهذا، هيا نعود إلى التدريب. إذن إلى اللقاء رابح. فعلا إنهما وقحان جدا. هل أنت بخير رابح؟ رابح، سأذهب لأشتري الحلوى. نعم سأذهب. أخبرني بيرتيني كل شيء، قال لا يسمح لك بلمس الكرة،
لا أدري ما هو غرض الطبيب روبسون، ولكن لابد أن الأمر صعب جدا عليك. على أي حال انتظرني قليلا، سأحضر لك شيئا تحبه. حسنا رابح، انظر إلى هذه الطابة، كان ابني يستعملها عندما كان صغيرا. اركلها بكل عزمك، وطبعا لن أخبر الطبيب روبسون. سأحاول أن أتجاهل كل ما أراه الآن. هل تعاهدني على ذلك؟ سأهتف لك من الوطن أعد. تريد أن تصبح بطلا؟ ليس سهلا تحويل الحلم إلى حقيقة. أولا، هل تريدني مدربا لك؟ أعدك، قد أخذت عهدا ليس فقط أمام الطبيب روبسون، ولكن أيضا أمام عمتي. يجب أن أعاني حتى أحقق حلمي الكبير. أيها الطبيب، لماذا لا تسمح لرابح بلمس الكرة؟ ليس من السهل أن يتدرب وحده، من دونها يصبح حلمه مستحيلا. أيها الطبيب، كن لطيفا معه واسمح له بأن يلمسها. لقد حافظ رابح على وعده تماما. ثابر يا رابح، والآن عد بالطريقة نفسها. هيا. رائع، أحسنت. أوه، يا إلهي، كان على وشك النجاح. أنا آسف، سأحاول ثانية. رابح من الفئة التي يجب ألا نقلق عليها أبدا. أنا رابح أقوى مما تتصورين، ولذا فكرت مليا قبل أن أصبح مدربا له. هيا يا رابح، تابع. أحسنت رابح. أحسنت فعلا. أمسكتها. أحسنت، إنك مدهش رابح. إنه فتى رائع. هيا لنتسابق رابح. لن أخسر اليوم أبدا، لن أخسر. لا، انتظرني. لا تقلقي، إن تأخرت ثابري. ثابري أنا. هيا
أحسنت رابح، تابع تابع. أحسنت رابح، هي تابع. إنه مدهش مدهش. نجحت أخيرا وقطعت المسافة. نجحت. أنت مدهش. رابح انتبه. أيها المدرب، هل تعني أن رابح يستطيع أن يلعب الكرة؟ متأكد أيها الطبيب؟ يركل رابح الكرة بقوة كبيرة، ولكن له جسم ولد، ولعل التدريب الأساسي مضن ولكنه مهم جدا. السيقان القوي والتوازن ضروريان للسيطرة على الكرة. إذن كنت تدربه لتحقيق هذه الأشياء. كنت أعرف أن المدرب الذي اخترته سيكون كفأ. أنا ذكي، كنت متأكدا بأنك ستقوم برفع مستوى رابح، وكان توقعي في محله. يبدو أن مزاجك جيد اليوم. ماذا قلت؟ لماذا قلت هذا؟ ولكني كنت أريد أن أتعلم رابح أمرا أكثر تطورا وأهمية. إنه يحتاج إلى القدرة على أن يسيطر على نفسه تماما، مما يتطلب أعصابا متينة، وهذا أحد أهم المبادئ الأساسية. يتطلب أعصابا متينة؟ أجل، يجب عليك يا رابح أن تكابد وتمتلك إرادة الفوز، وألا تفلت منك كرة أرسلها إليك زملاؤك. حسنا. ثم القدرة على استيعاب الموقف جيدا أثناء المباراة أمر مهم، وستصبح هدافا أول عندما تمتلك هدوء الأعصاب والجرأة على التسديد حالما تلوح لك الفرصة. عندئذ ستصبح هدافا أول. ثق بي يا رابح وسوف تحقق ذلك. هل تظن ذلك؟ أجل وبجميع الأحوال، ومنذ الغد سنتمرن على اللعب الجماعي. حسنا. كن جادا، فلنتعاقب على الملعب، دورنا الآن. مستحيل أن تتمرنوا هنا. تبا لك، أنت لا تحسن سوى مطاردة القطط. يبدو أنهم يتشاجرون. أعضاء الفريق يتعاركون، لنتدخل حالا. حسنا. هاي هاي، توقفوا. موعدي حان الوقت. توقفوا. من أنت وماذا تريد يا هذا؟ جئت لكي ألعب مع فريق كولومبوس، ولكن لدي إحساس بأنني سوف. ماذا؟ لكنك إذا لعبت مع كولومبوس لن يتسنى لك أن تلعب الكرة. ولكن ماذا تعني؟ منذ اليوم هذا الملعب ملعب مارغريتا وحده، أفهمت يا هذا؟ ماذا؟ لا تكن سخيفا، اتفقنا أن نتناوب على استعمال الملعب، ولن أدعكم تفرضون رأيكم. سأستخدم القوة إن لم تبتعد. أتحداك أن تفعل. كفى، توقفا، لنحسم الأمر عن طريق المباراة. إذا فاز فريقكم مارغريتا فإن فريق كولومبوس سيبحث عن ملعب آخر. حسنا، ولكن لو فزنا هل توافقون أن يلعب الفريقان في هذا الملعب؟ هل تعدوني بذلك؟ ولكن انتظر، من أنت؟ أنا اسمي رابح، ومنذ الآن سوف ألعب معكم في فريق كولومبوس أيها الزميل. حقا؟ لا بأس، قبلنا التحدي. ماذا؟ بإمكاني أن أضع الأمور في نصابها الآن. لا أعرف من أنت، ولكنني لا أحب الذين يبالغون كثيرا. إذن لنبذل ما في وسعنا لكي نحصل على الفوز، ما رأيك؟ صحيح، إذا تدربنا سنفوز بالتأكيد. أنا لا أثق بقدرتنا، إن فريق كولومبوس لم يتغلب على فريق مارغريتا ولو مرة واحدة.
ماذا؟ ولكن ما الذي تقوله؟ آه منكما، ماذا سنفعل الآن؟ هه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 .